معي الآن السيد محمد معلوم، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بسوس ماسا وجليميم ودنون. مرحبا بك سيد محمد. بك وأهلا أستاذة فرحانة. يا مرحبا، عيدك مبارك. شكرا. سعيد كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. وأنتم كذلك، وشكرا على الاستضافة أستاذة فرحانة. إذن الطريق السريع تيزنيت الداخل اليوم بات يشكل نقلة نوعية لجودة الطرق بالجنوب، بل حتى يمكن أن أقول قطيعة مع مشاكل الطريق الوطنية التي كانت تعرفها المنطقة الجنوبية. صحيح أخت فرحانة، كما هو معلوم أن البنية التحتية الطرقية بالمناطق الجنوبية اليوم تعززت بإحداث محور طرقي يتصف بأعلى المعايير الدولية وكذا درجة عالية من السلامة، وهو الطريق السريع الذي يربط تيزنيت بالداخلة. وهذا الطريق السريع أكيد يندرج في إطار نموذج التنموي الجديد لأقل من الجنوبية، والذي سيساهم في تأهيل منظومة طرقية آمنة التي تعتبر مدخلا أساسيا من مداخل الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية. وبالتالي فإحداث هذه البنية الطرقية الجديدة ستجنب وسنحاول من خلالها تجاوز مجموعة من الإكراهات السلامة التي كانت تعرفها الطريق الوطنية. ولعل نتذكر اليوم الحوادث الأليمة التي عرفتها الطريق الوطنية، خصوصا من إحدى هذه الحوادث الأليمة التي تم يعني فقدان أزيد من 37 طفل في حادثة سير خطيرة في هذا المقطع الطرقي. وبالتالي اليوم إحداث هذا الفضاء الطرقي سيجنبنا يعني مجموعة من المخاطر التي كانت تعرفها الطريق الوطنية، من حيث التضاريس، أيضا من حيث المعارجات الكبيرة والخطيرة، أيضا من حيث زحف الرمال، وأيضا من ضغط حركة السير التي تسبب في هشاشات البنية الطرقية طبيعي الحال كتستعملها مختلف المركبات.